بس برضو لما نشوف المباراة تلاقي قدرة مصرية على إفساد كل الضغط السنغالي، يعني فيما عدا كورتين في منتهى الخطورة في الشوط الثالث من المباراة أو الأول الإضافي، أنت مش قصاد عملية خطيرة على مرمى الشناوي. ده اللي انا كنت بتكلم عليه موضوع التحمل. بس انت لما يبقى عندك تصور ان انت مطالب ان انت كل 15 او 20 ثانيه انت بتلعب كره مشتركه عنيفه مع حد، عشان كده ده كان معظم التعليقات كان انه الماتش كان عامل زي يكون ماتش رجبي، كان فيه توقفات كتير، كان فيه جزء بدني غير عادي وشد وجذب. ده حمل شديد جدا جدا على الفريق اللي بيدافع، خاصة ان انت جه جون فيك في اول 5 دقائق، فانت الاستراتيجية بتاعتك بتتغير. الموضوع كان ممكن يبقى مختلف لو كانت النتيجة 0-0، انه انت بتتعامل على اساس انه دلوقتي جون واحد هو اللي هيطلعك بره، مش فكرة ان انت بتحاول ان انت تهدي الماتش بحيث انه انت في اسوأ الحالات يجي فيك لو في جون لسه عندك وقت اضافي. فللسبب ده كان عدم قدرة فريقنا على ان هو يحتفظ بالكورة، ان هو يقدر ان هو يدي لنفسه مساحة ان هو يطور هجماته، بتخلي المدافعين وخط الوسط يشتغلوا شغل هجومي وبدني ضعف اي المجهود اللي بيبقى في اي مباراة عادية. صحيح، الجهد المبذول من رباعي الظهر ومعاهم السوليه وحمدي فتحي والدني كان هائل، يعني كان ضغط عصبي كمان مش بس ضغط بدني. لكن السؤال هنا يمكن في فلسفه الكوره شويه استاذ خالد، هل الفريق الافضل هو الذي يملك افضل الامكانيات او الذي هو يملك قدره توظيف الامكانيات اللي يملكها على افضل نحو؟ يعني مليء بالمواهب الكبيره السنغال، لكن الحقيقه قدره كروش على استغلال المواهب او القدرات امكانيات اللاعب المصري في الدفاع ربما اثمرت اكتر، وصلته حتى لضربات الجزاء النهائيه، يعني في ماتشين نهائيين. لا، هو انا من وجهه نظري انه كل ما المساعي في بالنسبه لاستعانه كره القدم بشكل عام بعلوم مختلفه، لانها لعبه في النهايه، هي لعبه، انه محاولة تقليل الصدفه، عامل الصدفه ده الهدف الاساسي من اول نظام التغذيه لغايه النظام البدني لغايه الجزء التكتيكي لغايه الجزء النفسي، محاوله تقليل عامل الصدفه. ممكن جدا جدا، وده حصل في ماتش الكاميرون والجزائر امبارح على سبيل المثال، ان انت فريق فرصه ضعيفه جدا وامكانياته الفنيه والنفسيه كمان اللي داخل بيها قليله جدا، ويقدر ان هو يحول الماتش بسبب كره واحده. مش احنا كنا على الرغم من ان احنا الفارق في الاستحواذ او في عدد الكور المقطوعه في تطوير الهجمات في التسديدات على الجون، احنا كنا ممكن نخلص الماتش بسبب ضربه الجزاء. بس ده رهان عالي جدا، رهان محفوف بمشاكل وما هوش مضمون. الافضل مش لازم طول الوقت هو اللي بيتاهل او اللي هو اللي بيكسب. وانا عايز انه في مجموعه من اكثر المنتخبات المهمه في تاريخ الكوره، يعني على سبيل المثال هولندا 74 في تصفيات كاس العالم 74 كانت سيئه جدا وطلعت بصعوبه. الارجنتين مارادونا على سبيل المثال برضو كان الناس بتتكلم على السن، والارجنتين لو تاهلت للدور الثاني في 86 كانت هتبقى معجزه. موضوع التصفيات كمان والنهائيات موضوعين مختلفين، بس فعليا انت اعتقد ان المنتخب المصري قلل حظوظه بنفسه في مراحل كتيره جدا، خاصه كمان مباراه الذهاب. انت بالامكان ان انت خاصه مع ان انت تجيب جون في اول 5 دقائق ان انت قادر ان انت تسيطر على الامور اكتر. بس ده ما حصلش، وكان في استسلام للاندفاع دفاع منتخب السنغال. المباراه الثانيه واضح انه 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 الجون البدري، عملية التعافي الذهني بعد ده خدت وقت طويل جدا. صعب جدا انه يبقى فريق فعلا مش قادر يحتفظ بالكره اكتر من 8 ثواني، وفي بعض الاحيان الكره كانت بتتقطع
وبيبقى للاعب السنغال بوشه، اه فكمان مندفع فبيواجه الشناوي تقريبا لوحده، ويتطلب مجهود بطولي من ياسر ابراهيم على سبيل المثال والنني وحمدي فتحي، ان هما لازم يبذلوا مجهود عشان يقدروا يرجعوا الكرة تاني، صحيح، بس الكرة بتفقد بعدها ب5 ثواني وترجع لهم تاني. اه بالظبط. وفي نفس الوقت حد زي صلاح او مرموش او تريزيجيه، عدد اللمسات اللي بتجي لهم اصلا محدود بتبقى جدا. اقل، محدود جدا. عشان كده ظهر انه صلاح كان فيه انتقادات كبيره ليه، بس فعليا انت لو لاحظت عدد اللمسات اللي هو لمسها في الماتش ما تتيحش لحد بحجم موهبته وتاثيره ان هو يقدر ان هو يغير ماتش بنفسه. صحيح. هو السؤال الأخير هنا يا أستاذ خالد، بتفسر بيه أجواء استاد دكار ليه هذا الإحساس العدائي المفرط؟ ليه مواجهة صلاح بالطريقة الثنائية الغريبة، مع إنه المفروض يعني قياسات أخرى، يعني إحنا قصاد مشهد عدائي مبالغ فيه؟ هل السنغال كجمهور مش معروف بالطريقه دي؟ حتى الشعب السنغالي والجمهور السنغالي رقيق طول الوقت، ومش ما عندوش مشكله كبيره في التعصب زي بلاد اخرى. اللي حصل امبارح كان مفاجئ حتى للاعبين القدامى والمدربين راحوا السنغال، بالنسبة لهم ده كان حتى مختلف وكان جديد، لأن هم ما كانوش حاطين في الاعتبار إنه حاطين في الاعتبار التجارب سابقة بالنسبة لمروحهم السنغال قبل كده، سواء كلاعبين أو مدربين في الثمانينات او التسعينات او اوائل الالفينات، انه فعليا ما كانش في حاله العدائيه دي خالص، بالعكس كان بيبقى في نوع من انواع، بيبقى في فير بلاي بالمعنى الحقيقي يعني، وفي رغبه في الاستمتاع. كان في شحن غير عادي في اليومين اللي فاتوا في السنغال، اضافه لانه افتتاح استاد جديد، المانشيتات كلها ساديو ماني قدام صلاح، الرغبة في حالة اليوفوريا بعد الفوز بكأس الأمم، والاعتقاد بأنه الحدة أو الإظهار العواطف الجياشة بالشكل ده هيبقى عامل حاسم في التأهل، إضافة لأن أنا عن نفسي كنت عايز أشوف إيه السردية التانية، خاصة فيما يتعلق بالإقلام الليزر، وكنت مهتم ان انا اعرف ردود افعال صحفيين سنغاليين ونيجيريين من اللي هم كان تم استضافتهم في على سبيل المثال في قناه اي اس بي ان امبارح، فكانوا ردهم بانه الرد الفعل الجمهور السنغالي ده كان طبيعي، لانه من علمنا السحر اصلا هو جمهور شمال افريقيا، وانه اول ما هم نفسهم اتعرفوا على موضوع اقلام الليزر من الجمهور المصري والجمهور الجزائري والمغربي في على مدار ال 10 15 سنه اللي فاتوا، وان هم قيل ان هم استفزوا من استخدام الليزر في بعض بس طبعا يعني الحفله اللي اتعملت على وجوه صلاح ومصطفى محمد دي كانت فعلا لفتت نظر، حتى يعني كانت على مستوى الجمالي في الفوتوغرافيا كانت مميزه بشكل انه انت عندك واحد من اهم لعيبه العالم في حفله ليزر معموله على وشه، فحتى على مستوى الصوره كانت معبره ولافته جدا يعني. هل ده بس ممكن يفرق في عقوبات؟ هل ممكن يدعم التوجه الدولي ده في إدانة مجرى؟ ممكن يدعم شكوى مصر في الفيفا؟ ولا احنا يعني مش هنوصل لأبعد من الشكوى؟ أقصى ما يمكن فعله هو غرامة مالية ونقل ماتشات خارج داكار أو اللعبة بدون جمهور على نفس الاستاد، ده أقصى حاجة، إنما مش هيبقى فيه تغيير بالنسبة خاصة مع فريق تأهل، إن أنت تتعامل على اساس انه في لازم على الرغم من انه انا شايف انه يمكن الاعنف كان موضوع اللي اتعرض ليه الشناوي من رمي ده تهديد مستوى مباشر، لانه اقرب كمان جدا ومادي جدا.
يرمي عليه بالنسبة العائل. اه للحكام بشكل عام، الحفاظ او حماية فريق ولاعب ما ده برايوريتي رقم واحد، ده أولوية رقم واحد. اللي حصل كان في إظهار، كانش في رغبة جدية من الحكم، او ان هو كان تعامل مع الموضوع بنوع انه بخفة. بخفة، او وانه الموضوع مجرد حاجة عابرة ومش هتتكرر تاني. انت بترسل رسالة كمان للفريق التاني اللي تعرض للموضوع ده، انه هو كمان روح اعمل زيه. بيتمرد او ان هو مزودها شوية. المكان ما اعتقدش ان كان في حماية كافية، او الرسالة اللي تم ارسالها للفريق المصري انه دي الاجواء اللي موجودة ولازم يتم التعامل معاها. بس مش هيبقى فيه، ما اعتقدش انه هيبقى فيه اي حاجه أبعد من اكتر كده. من الغرامه الماليه ونقل المباريات او لعبه من غير جمهور.